السلام عليكم، زينب شرادة، صحيفة الصباح. سيد غسان سلامة، لدي سؤالين. الأول عن زيارة قائد الأفريكوم إلى طرابلس والجلوس على طاولة المشاورات مع السراج، ما هي مخرجات هذه التشاورات؟ ثانيا، يتداول عبر عديد صفحات التواصل الاجتماعي أن هناك طائرات أمريكية حطت بالأمس في طرابلس، ما مصداقية هذه الأخبار؟ وشكرا لك. هذا سؤال يوجه إما للأمريكان أو للسيد السراج. تحت البند السابع. هذا الأمر لا اسمعيني. قام السفير الأمريكي وجنرال أمريكي بزيارة السيد فايز السراج بالأمس. لم يخبرني السيد السراج عن محتوى كلامه معهم، ولم يخبرني الأمريكان عن محتوى كلامهم مع السيد السراج، ولا أتوقع أن يفعلوا. لذلك فإن رئيس المجلس الرئاسي حر باستقبال من يشاء، و يعني حر أيضا بأن يطلعني أو لا يطلعني على نتيجة هذه المباحثات. أنا لست حارسا لبرنامج عمل المؤسسات الليبية.